قلت لي ماشي مشيت، بس لوين رايحين؟ صرت 100 مرة قايل لك يا روز اخدك لعندي على البيت. هنيك في بنت اسمها نجلة بتهتم بالبيت، رح تهتم فيكي وبتدلك على اوضتك. بدك تسكني معي هالفترة لكنت لقيت لك عائلتك. بيت؟ في حدا بالبيت غير نجلة البنت؟ لا، في بي، بس بي رجال مهذب وما بيضايقك، وهالكم يوم طالع على بيت الجبل، ما تعتلي هم. طب وبيك عينه مش رفيعة؟ ممكن يضرب عينه علي؟ لا، بي مهذب وعينه مش رفيعة، ما تخافي، يلا اطلعي. مش خايفة، زعلانة. زعلانة لأنه عينه مش رفيعة، حلو الغرام. الله يساعدني عليك يا روز، اطلعي بالسيارة، يلا اطلعي. كيف بدي روح؟ لا معي تياب، لا معي بيجاما، ما معي شيء. هلأ باخدك عند سنة صديقتي بالمركز، هي بتهتم فيكي وبتشتري لك كل شيء بدك إياه، يلا اطلعي. طيب، قلت لي بيك عينه مش رفيعة. الله يساعدني عليك يا روز، يلا. يا ريت عينه رفيعة.